ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشأن العربي. سيد عزب، بعد التحية، لقاءات عدة يعقدها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبل سيادة الرئيس منذ قليل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للتباحث حول الموقف مع القضية الفلسطينية والاستعداد أيضا للقمة المرتقبة، قمة القاهرة للسلام 2023، وهي تأتي في وقت شديد الدقة وشديد الحساسية، وبالتأكيد هناك تباحث حول العديد من النقاط. رؤيتك لهذا المشهد والمساعي المصرية لحل الأزمة؟ لاحظي أن المساعي المصرية والجهود المصرية والاتصالات المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة لم تتوقف سعيا باتجاه تحقيق هدفين: الأول وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من هذه الدموية الصهيونية التي يقوم بها جيش الاحتلال، ثم إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى شعب القطاع والمدنيين هناك الذين يكادون يوشكوا على نفاد كل متطلباتهم الحياتية من غذاء وماء ووقود وصحة وطب وكل شيء وكل ما يتعلق بالحياة الإنسانية. هذا هو المسعى المهم. وكما رأينا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل قبل قليل الملك الأردني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأنا في تقديري واحدة من أهم هذه اللقاءات هو هذا اللقاء. القمة المصرية الأردنية اليوم تعد مفصلية لعدة أسباب. أولا، هناك توافق في الرؤيتين المصرية والأردنية باتجاه رفض كل أي شك من أشكال التهجير للفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بقطاع غزة إلى سيناء وفق الوهم والزعم الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، أو تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية للأردن، وذلك بحثا عن وطن بديل ليكون للفلسطينيين، ثم يقوم الكيان الصهيوني بالتمدد والهيمنة على كل فلسطين التاريخية. هذا جانب. الجانب الآخر أن هناك مساعي تقودها مصر والأردن باتجاه كما ذكرت وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية، ومن ثم سيبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله كل الآليات المتاحة للمضي قدما بهذا المسعى، خاصة أن بالأمس أعلن بايدن أن تمت الموافقة على للأسف توافق صحيح على إرسال هذه المساعدات، وأيا كان هو حل جزئي لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة. ثالثا، أن هناك استعدادا لعقد القمة الإقليمية والدولية المرتقبة يوم السبت المقبل، والأردن سيكون شريك فاعل فيها، وبالتالي سيتم بحث أجندة هذه القمة. الأولويات التي يتم التركيز عليها بين قادة الإقليم ودول العالم المختلفة، وإن كانت هناك بعض الأطراف الدولية للأسف لم توافق على صيغة البيان الختامي الذي أرسل إليها، في بالذات فيما يتعلق بوقف إطلاق فوري، وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ورأى ذلك يحول دون تحقيق الكيان الصهيوني لهدفه المتمثل في الدفاع المشروع عن حقه في الوجود، وهو مبدأ باطل من الأساس، ثم محو غزة من الوجود ومحو حركة حماس من النشاط والفعالية. لكن في تقديري الاتجاه العام هو عقد هذه القمة الدولية المرتقبة تحت مسمى، وأطلقت مصر عليها مسمى السلام، لأنها تريد أن تكون هذه القمة ليس فقط لمعالجة الأحداث الراهنة، ولكن وضع آليات لإنهاء الوضع المتأزم في كل فلسطين من خلال إيجاد مدخل لمفاوضات سياسية. واسمح لي سيد عزب، هي يعني تعتبر امتداد صريح لنهج الدولة المصرية القائم على خلق حالة من الحوار بين دول العالم ذات المواقف المتنافرة، كل هذا بهدف الوصول لتوافق، يعني حتى يتم التحول من سياسة المعسكرات إلى حالة من الشراكة بين دول العالم وتعميق المصالح المشتركة، وهو في النهاية يعني يسهم في تراجع كافة الخلافات العالمية وتأثير ذلك طبعا على المنطقة ومصر بشكل أكثر تحديدا. هذا هو منهج مصر الثابت في سياستها الخارجية، لكن للأسف هذا المنهج المصري الداعم والمؤيد والذي يتخذ خطوات بالفعل
نحو تحقيق سلام، خاصة أن مصر أول دولة عربية قامت بإبرام اتفاقية سلام مع هذا الكيان الصهيوني الذي لم يحترم محدداتها حتى هذه اللحظة. ومن ثم المشكلة تكمن في أن الكيان الصهيوني هو العقبة الرئيسية والوحيدة أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة. ولو انسحب الكيان الصهيوني من أرض فلسطين الضفة الغربية وغزة وأقر بحق الفلسطينيين في دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولته، سيكون ذلك هو المدخل الحقيقي لإنقاذ العالم من حالة الفوضى ومن حالة العنف الشديد الذي تشهده المنطقة، وبل ومن الإرهاب، لأن الإرهاب كان ردة فعل على ما تمارسه إسرائيل مدعومة من أمريكا والدول الغربية من إرهاب دولة ضد الفلسطينيين. ومن ثم تأتي هذه التحركات المصرية في محاولة لترسيخ هذه الثوابت في سياستها وانخراط مع دول العالم مختلفة لفتح أفق سياسي أمام الفلسطينيين حتى يمكن نأمل جميعا في مخرجات هذه القمة لمزيد من المساحات المشتركة. أشكرك شكرا جزيلا السيد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشأن العربي، كنت معنا عبر الهاتف.